نبتدي منين الحكاية؟ أنا معاك في أي حاجة طبعاً، وأنا أما بكون معاك بحب أتكلم بحرية، بطلع كل جوايا صراحة. يعني أنت من نوعية كابتن سيف بتدي الحرية للضيف اللي جوه، ربنا يخليك، متواجد معاك على طول باستمرار، ده من ذوق حضرتك. عشان كده أنا هبدأ معاك من، شوف أنت عايز تبدأ كده أنت دلوقتي الديفنس الأول ولا منين كده معاك؟ هبدأ من تحت. تمام. أنت ابتديت، أنت دلوقتي في قطاع الناشئين، كنت في وقت من الأوقات مع ميدو حازم في الفريق الأول. تمام. أنهي ستريس أكتر؟ أنهي شغلانة أصعب؟ لا، الفريق الأول أنا كان دوري كنت مدرب مع ميدو، وكان حازم ساعتها ماسك الكورة، مدير الكورة. إنما القصة في قطاع الناشئين مختلفة خالص يا كابتن سيف، مهمة صعبة جدا طبعا. الكابتن طارق يحيى متواجد دلوقتي، وكل اللي كانوا قبلينا، يعني عشان ما انساش حد، كل اللي كانوا ماسكين القطاعات قبلنا أنا وكابتن طارق، مهمة صعبة جدا. اللي أنت بتوصل، الهدف بتاعك الرئيسي مش موضوع ان فرقه تحقق بطوله، فرقه ناشئين تحقق بطوله، هو الهدف اللي انت يكون عندك تنقيل اللعيبه المميزه اللي تقدر تطلعها فريق اول، مش تطلع تكمل كماله عدد زي ما كان بيحصل زمان. يعني احنا كنا زمان كانت المجموعه بتاعتي، رغم ان احنا كنا مجموعه كبيره جدا ومميزه، بس كنا بنطلع في بعض الاوقات يا كابتن سيف كنا كماله عدد، بس جت علينا وقت طلعنا ثبتنا وجودنا ابتداء مع المنتخبات، منتخب اولمبي. منتخب اولمبي هو اللي نقلنا النقله الكبيره مع الفريق الاول. احنا الحمد لله بقى لنا سنه ونص انا وكابتن طارق والمجموعه اللي شغاله كلها طبعا من صغير لكبير، بمجموعه مدربين بمشرفين، الحمد لله بنطلع مجموعه مميزه. والحمد لله طلعت السنه دي مجموعه حوالي 6 لعيبه او 7 لعيبه، وعندنا مجموعه تانية على قدرات عاليه واصغر منهم في السن كمان. يعني اصغر من الموجودين، اللي يعني الموجودين دلوقتي مثلا يا كابتن 2001، احنا عندنا 2003 مجموعه مميزه هتبقى موجوده الفتره الجايه، وفي مجموعه في 99 بس احنا مطلعينهم اغلبيتهم حوالي ست سبع لعيبه اعارات للدوري الممتاز اللي احنا بنلعب فيه السنه. قطاع الناشئين انا سمعت له كذا تشكيل، التشكيل النهائي ايه؟ كابتن طارق رئيس قطاعات، انا النائب بتاعه، احمد سمير مدير القطاع، بعد كده بقى الترتيب كابتن عادل مأمور موجود، مدير فني للحراس، في لجنة اكتشاف المواهب والتخطيط الذاتي بتاع القطاع كله، كابتن احمد عبد الحليم، مجموعة طبعا عالية جدا، كابتن حماد عبد اللطيف، كابتن مصطفى نجم، وكابتن عفوت نصار، مين تاني، كابتن حسن بصري، كابتن غانم سلطان، تامر عبد الحميد. لا، في مجموعة الحمد لله. يعني احنا اما حطينا كابتن سيف قلنا لازم يكون في رموز يعني تشتغل لكيان نادي الزمالك، ما تشتغلش كيان كشخص مدحت عبد الهادي او احمد سمير او فلان كده، لا بنشتغل ككيان نادي الزمالك كله، اللي احنا بالاخص اللي احنا اتحطينا تحت ضغط، الضغط اللي اتحطينا عليه اللي هو مجموعه اللعيبه اللي طلعت والنهارده مسمعه متواجده وعامله طفره كويسه بالنسبه للانديه الثانيه، مش بالنسبه لنادي الزمالك بالذات. النهارده الانديه الثانيه برضو بتفكر في نفس التفكير اللي احنا اشتغلنا فيه بنسبه ايجابيه، مثلا انا بعتبرها 70%. وفي الاول والاخر افاده لنادي الزمالك او لتيم نادي الزمالك، اللي هم بعتبرها اللي هم يعيشوا مع تيم نادي الزمالك، اللعيبه الكبار يعيشوا معاهم الجو، مش هقول الدوري الممتاز، لا، الجو بطوله افريقيا اللي انا هلعب مربع ذهبي، اعيش اجواء بطوله مش اعيش اجواء ماتش. في فرق يا كابتن سيف طبعا، اللي انا اعيش اجواء مباراه عايز اكسبها، وفي اجواء اللي انا بعيش بطوله عايز اخدها. عايشينها دلوقتي، ودي هتبقى افاده اكتر للكابتن ربيع ياسين في المنتخب بتاعه، مجموعه اللعيبه الموجوده ديت. انا شايف ان 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 المنظومه وماشيه كده الحمد لله، ربنا بس يكملها على خير السنه دي بالذات، لان احنا يعني عاملين طفره كويسه في وجود الكابتن فاروق جعفر برده والكابتن اسماعيل يوسف، حاجه كويسه اللي احنا نكملها، يبقى في حاجه مميزه السنه دي لنادي الزمالك.